صح؟ هسه هذه اذا اعيد كتابتها هيج سيجما على واي اي على واي اوكي؟ يعني اي على واي سوي خلي اسويها مثلا سوي هاي شلون اكتبها؟ ام على اي اي على اي على اوكي؟ كل اللي سويتهم هم متشابهات خليتهم بدلالة البقية متشابهات بدلالة البقية هسه هاي اي على را وهاي اي على را اقدر اسوي ام اي فمو راح يساوي هذا ويا هذا فاش اذا هنا السيجما على واي راح شو يساوي لي؟ ام على را ام على را خلاص انت مهريت اصرف كلمه انا بدي سيجما هسه من هنا نصفيها بدلاله سيجما راح في يصير طرف الوسطين ام واي على واي على وهذا هو ريفلكتر سيستمز بدلاله الاحمال لان الاحمال راح تتمثل لي عن طريق اي احمال موجوده على البيمز راح تجيني على شكل مومنت فبار من الام واي ومره اشوف ان انا درجه اولى انتبه لي ما تغيرت الدرجه نفس القانون القديم ما تغيرت لان هو التوزيع مالتي ثابت على المقطع يصير ماكسيموم بالاكستريم فايبر وزيرو بالنيوترال هنا سيجما ماكس ام واي على اي وهنا سيجما ماكس ام واي على اي يساوي لك حاله واحده اكستريم فايبر توب باتروم يساوي بحاله واحده يا اذا شكل متناظر اذا شكل متناظر اذا شكل غير متناظر لا كل وحده تختلف عن الاخرى ليش؟ لان النيوترال اكسس اما يصعد او ينزل فاذا يصعد لي فوق هذا راح يكون اكبر من هذا لان الواي مالتها اكبر واذا العكس ينزل للاسفل فراح يكون هذه اكبر من هذا يعني خلينا نقول اللي مساحته اكبر اي ويصير اكسس هذا طبعا والكومبرشن والتنشن هاي حسب العزم اذا عزم موجب العزم الموجب في شكله مو هذا العزم الموجب؟ العزم الموجب يولد لك كومبرشن بلا اعلى روتيشن بالاسفل واذا سالب ينعكس اذا هسه خلاصه الحديث ان قانون ريفلكتر سيكريسيس هو قانون ام واي اوفر اي يعني انا هسه هنا اي حبل اي قوه عندي لازم احولها الى مومنت هسه نشوفها بمثال شلون راح نستغل هذا القانون في حساب الفلكتشرال ستريسز خلينا ناخذ مثال اللي هو عباره عن كانتيلفر Thank you.
اللي هو 50 في 100. طبعاً هذا متناظر للمستقيم. هذا مبدئياً هسه إذا أريد أنا هو توزيع الإجهادات يعني ماك ستيشن ماك كومبريشن والسالب. هسه نجي بعدين نشوف العزم موجب والسالب حتى نعرف الطبقات الكومبريشن والتيشن. هسه المهم هنا شو يقول لي find the maximum tensile and compressive stresses for the beam shown in figure. هسه خلينا نتكلم في الملاحظة قبل ما ندخل بالتفاصيل. هنا قال لي compression, compressive and tensile stresses. ما ذكر لك flexure stresses. حتى نعرف تتذكرون بالفصل الثالث من صنفنا الإجهادات مجموعة النورمال ومجموعة الشير. كان من ضمن مجموعة النورمال منو؟ كومبريسيف وكومبريسيف. الفلكشرال ستريسز كان واحد منهم قلنا لكم بعديه ناخذ فصل مستقل. اذا الفلكشر ستريسز النتيجة النهائية مالته شنو؟ نورمال. لأن هو مجموعة نورمال. فأنت من تجي إلى سؤال هيك سؤال وماكسيموم تنساير عند كومبريسيف ستريسز. رأسا راح يخطر ببالك شنو؟ قوة عمودية ومساحة. مو صحيح؟ قوة عمودية ومساحة. من تجي تباع للمسألة ما راح تلقى أي قوة عمودية مبدئية. مبدئية ما راح تلقى. راح تلقى بيم وعليه لاترال. فأنت لا تضل بالك اللازق على السيمبل ستريسز اللي هو الدايركت ستريسز قوة مباشرة ومساحة. لا انت عندك بعد الفلكشر ستريسز هو نوع من انواع النورمال. يعني ممكن عن طريق العزيم اني القى شنو؟ القى مناطق بها كومبرسيف ومناطق بها تنسال ستريسز. فاذا هذه هم نقطه كلش مهمه. يعني حل بطريقتين لو الا نعم بالطريقتين ينحل لو الا تستخدم الماكر بس طريقه واحده ما عندك غيرها. الاسلوب الوحيد انه هذا لا ترملود على البيم تعطيك شير وتعطيك مومنت. الشير ما له شغله بالكومبرسيف والتنسايل. فاذا نبقى منه المومنت. هسه نجي نشوف المومنت شلون نقدر نستفاد منه في حساب الكومبرسيف والستريسز. لان هو المومنت بطبيعه حال يولد مناطق كومبرشن ومناطق تنشن باي سكشن. مو صحيح؟ هسه نجي يقول لي فايند ذا ماكسيموم تنسايل اند. فهنا من نجي نباوع طبعا عندك هنا الماكسيموم وهنا اما هسه مبدئيا يا التنشن يا الكومبريشن ما ادري. هسه نجي خلي نرسم هذا البيم على مود نوعد الماكسيموم. لازم اشوف يا مقطع الثاني ماكسيموم مومنت. هسه اولا رحنا التصنيف مو دايركت ستريسز هذا لان ما عندي قوه ومساحه مباشره. اذا هو مو دايركت. منو الشطر الثاني؟ الفلكتر ستريسز. لان انت عندك شطر دايركت اندايركت ستريسز. الدايركت ستريسز بالفصل الثالث خشينا عليه اللي هو التنشن فورس ومساحه صار تنسايل ستريسز. كومبريشن فورس ومساحه كومبريسيف ستريسز. والبيرنج وياه مو صحيح؟ هسه الاندايركت اللي هو عن طريق العزم والمعادله مالته اموال اوفرلاي. هذا نعتبره اندايركت ستريس بالنسبه للنورمال. هذا ولد لي مناطق كومبرشن ومناطق تنشن. اكو مناطق كومبرشن ومناطق تنشن. شلون نعرف؟ طبعا كماكسيموم لازم اشوف يا مقطع من ضمن المقاطع صار بي ماكسيموم مومنت. لان هسه من نجي لهذا القانون خلينا نجي نحكي عليه. هسه كهذا القانون المومنت اوف انيرشا بكل المقاطع نفسه. فاذا هذا شنو كونستنت بالنسبه للواي بالاكستريم فايبر هي الماكسيموم والاكستريم فايبر بكل المقاطع هو نفسه. اذا منو هسه اللي راح يتحكم
ماكسيمم مومنت. ماكسيمم مومنت لازم اروح اشوف وين ماكسيمم مومنت وهذا البي حتى نقول هذا المقام ايش فيه ماكسيمم سيكونس. احنا تعلمنا بالشابتر الثاني ماكسيمم مومنت او ماكسيمم شير شلون يجي نرسم الشير مومنت دايجرام من عنده راح نعرف المقاطع اللي بيها الكريتيكال سكشن اللي بيها ماكسيمم شير او اللي بيها ماكسيمم مومنت. اذا هسه نجي نريد نرسم هذا البي طبعا راح نستخدم الطريقه السريعه اللي هو المومنت ديري ميثود. خلينا نقول هسه مثلا الشير شير فورس عندك هنا شنو؟ يونس 10 هاي عشرة اللي تمام. من بعدها أروح قبل الهاي النقطة لأن ما تغير الكمين الحد الداخلي تغير واحد صار وصح؟ صحيح. وأروح قبل إلى هاي مثلا هاي أسميها A هاي أسميها B فراح أقول له الشير بنقطة B يساوي لي الشير بنقطة A زائد المساحة مال اللود بين A و B فهنا ايش قد عندي سالب 10 زائد مساحة اللود اثنين في اثنين هاي بالسالب لأن الأحوال للأسفل راح يصير اثنين في سالب اثنين يلي يطلع عندي سالب 14 هاي 10 نقول هاي سالب 14 هسه على مود أوصل بيناتهم انتبه إلى طبيعة الأحوال من يا درجة لأن الدرجات تزيد واحد واحد من الأحوال للأول هذه كونستنت يعني ال صفر فهنا راح يصير واحد اللي هو خط مستقيم هذا هو خط مستقيم اذا هاي هو الشير اللي طلع عندي انا هسه الشير ما اريده مو يم الشغل يعني الكومبرسيف والتنسر والستريسز اللي علاقتهم هي المهمه بس على العموم هسه اذا حتى لو الشير ماكسيموم شير هو راح نعرف وين صار بالسكوار بس نجي الى المومنت نفس الشيء المومنت بهاي النقطة شقد؟ صفر كونسنتريتد بالمئة فالمومنت بنقطة بي يساوي المومنت بنقطة اي زائد المساحة مال الشير هالمرة مساحة مال الشير بين اي اند بي اللي هو راح يساوي صفر زائد شقد مساحة الشير بين اي وبي هذا الترابيزويدال اللي هو شلون المساحة مالته؟ هذه زائد هذه على اثنين في المسافة العمودية بينهم. فراح يصير سالب 10 سالب 14 على اثنين في اثنين. صحيح؟ سالب 14 فراح يصير سالب 24 في نيوتن متر. هاي سالب 24 هسه هذه درجة أولى. فهنا المومنت شو يصير؟ درجة ثانية كير. كير. شلون نرسم الكير؟ اعتمادا على تصرف الشير، الشير من سالب 10 إلى سالب 14. متزايد بالسالب. متزايد بالسالب. من سالب 10 إلى سالب 14، متزايد بالسالب. يعني إذا هذا الأوريجن مالتي فهذا راح يكون متزايد بالسالب. متزايد بالسالب. فهذا هو رسم البيت مومنت دايجرام. إذا بنرسم أكبر قيمة للعزم شقد؟ 24 اللي وين صاير بالسبورت؟ فهنا أنا راح أقول له ماكسيموم مومنت طبعا هاي السالب خليتها بس على مود نعرف الاتجاه اتجاهه وين ونعرف طريقة الكومبرشن والتيجن هسه السالب سالب مومنت تتوقع هاي مناطق الكومبريشن ومناطق الكومبريشن كومبريشن جو والكومبريشن بالاسفل ليش؟ لان العزم السالب هذا الشكل مالته يولد لي تنشن بالاعلى وكومبريشن بالاسفل فمعناته هسه هذا هو تنسايل ستريس وهذا كومبرسيف ستريس كومبرسيف ستريس
من حيث القيمه نفس الشيء. ليش؟ لان شنو متناقض؟ هذا الواي مالته قد 50 وهذا الواي مالته قد 50. اذا من حيث القيمه نفس الشيء، بس واحد منهم راح نسميه تنسايل، واحد راح نسميه كومبرس. بس اوكي، فهنا سيجما كومبرس سيجما تنسايل قيمته 24 في 10^6 حتى شنو نحول الى ميلي مليمتر، في مش قد الواي 50 هي مليمتر، ونحتاج منه بعد مومنت اوف انرجي بي اتش تقريبا. المومنت اوف انرجي هسه هنا نكتبه بي اتش تقريبا 12 بي اتش كيوب على 12 اللي هو البي اتش 50 الاتش 100 مية تكعيب هذا تنسايل ستريس وكومبرس ستريس. اوكي، هو بالسؤال ايش راد ماكسيمم تنسايل فورس فورس ما راد اجهاد، راد قوه ما راد اجهاد. احنا في كل الاحوال القوه والاجهاد اكو رابط بيناتهم. ما تروح عندك مساحه مقطع تقدر اما توجد الاجهاد اذا عندك قوه، او توجد القوه اذا عندك اجهاد. شو عرفت انا القوة؟ نعم؟ شو عرفت انا القوة؟ هو بالسؤال مقيس، اقرا السؤال مطلوب السؤال. وهذا ماكسيموم تنسايل كومبرسيف ستريس. ستريس؟ لو فورس. ستريس. اوكي، تمام. اذا كومبرسيف ستريس، هسه انا اللي راح اغيرها. انا راح اقول السؤال مرة كومبرسيف ستريس. راد كومبرشن فورس وتنشن فورس. ماكسيمم كومبرشن فورس وتنشن فورس، خلي يكون هيك السؤال. انت لهنا لقيت الاجهادات الكومبرشن والتنشن. اجهاد في مساحه طلع لي فوق. اذا انا اجهاد بس اذا لقى له مساحه نقدر شنو؟ نطلع القوه. نقدر نطلع القوه مالتها. اسمع قوه شد او قوه. زين، هاي تمام. هسه لهنا شوي اريدكم تنتبهوا لي كل زين. أريد هذا إجهاد وأريد له مساحة، مو هيك؟ يعني أريد هذا الإف أو التنسر، خلينا نقول تي، وأريد السي، لأن راح يطلع المساويات. ليش؟ لأن الإجهادات مساوية. لو نسميها إف تي يعني هنا خلينا نقول ما راح يصير التي وهنا تصير السي. تحتاج مساحة الشكل كلي. طبعا هاي هنا موقعها ندير بالك عليه. موقعها ثلث من ال H over 2، مو صحيح؟ وهاي ثلث من ال H over 2، لأن هاي H over 2. لأن هذا شكل الإجهاد مثلث. مو صح؟ شكل الإجهاد مثلث، بس أنت وين أنت حتى تخلي الفورس لازم تخلي بالنيوترال اكسس مال المثلث اللي هو ثلث من القاعده، وهاي ثلث من القاعده بالنسبه لهذا المثلث، وهذا المثلث هاي ثلث القاعده حتى يكون موقع المحصله بالنيوترال اكسس مال المثلث. زين، هسه حكيت لكم اعتياري انه الاجهادات ايش بيها؟ مثلث مثلث بس مقطع على المرتبط. فهسه انتبه لي، لا مو نص مقطع على بس انتبه لي. هذا الاجهاد اذا اقول الاجهاد هيك يعني نفس هذا 230 في المساحه المقابله ايش قد؟ 50 في 50 50 في 50 مو هيجي؟ نفرض جدلا ريد طلع التنشن فورس او الكومبرشن فورس بالاجهاد هذا 230 وعند المساحه اللي تدش له عليها 50 50 يطلع لك هاي القوه.
يصير بي ايرور صغير. شنو هو الايرور؟ هذا من قلت الاجهاد 230، تدري سويت؟ سويت كانه الاجهادات على كل الخمسين 230 هيك شكل والاجهاد مو على كل الخمسين هيك، في حين انه الاجهاد مو هيك، الاجهاد بهاي النقطه صفر، بهاي النقطه شويه اكبر، هنا أنا اكبر، هنا اكبر، هنا وصل 230 بهاي النقطه. فاذا توزيع الاجهاد شنو كان؟ كان لينيا وسوالي مثلث. فأنا حتى يكون تعبير دقيق، حتى يكون التعبير دقيق، آخذ هذا نص نص جهاد مو جهاد كامل. ليش؟ لأن المثلث من المربع أو المستطيل زين نص. المثلث من المربع أو المستطيل شنو؟ نص 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 مربع أو نص مستطيل. نص فمعناته شنو؟ نص جهاد. خاف تشوف هاي قدامك نصف في 230 في 50 في 50، مو نصف قاعدة في الارتفاع. هاي نص الإجهاد لأن توزيعها مثلث، نص الإجهاد لأن الإجهاد كامل يطول المستطيل بالمربع. إجهاد كامل على المساحة، هسه هنا صار على المساحة نص إجهاد، يعني نص في 230، المساحة اللي يشتغل عليها زين؟ مربع 50 في 50. إذا هذا هو صار قيمة التنسال فورس، تنشن فورس والكومبرشن فورس. 287 اللي هو 288 هذه تطلع. إذا الإجهاد هذا بالنيوتن وهذا بالنيوتن يطلع لك بالنيوتن، بس هذه في 10 استدلال طبعا. هسه هذا اوكي لهنا تكون ملاحظه واضح ان شاء الله كل شيء؟ ان شاء الله. بقى شو واضح؟ بس ليش ليش مررنا بس 50 وحده؟ 50 وحده؟ مساحه؟ مساحه المربع مساحه بين جيبه. لا 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 بس هاي 230 اخذناها 32. لا 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 بس هاي بس هاي. ها شوف هاي اسمها تي. نعم هاي اسمها سي. بس هذا السي لسه من ادري تحسب سي لسه عمره كله. بس السي هي مساحتها 50 50 مربع. هاي السي هاي وين مساحتها؟ هاي الحمراء اي نعم هي 50 50 في 50 مو مساحه هذا لي. اي نعم 50 في 50 هذا التي وين مساحته؟ 50 في 50 بس للمساوي قلت لك هي نفسها سويتها مره واحده. لو مختلفه يعني نيوترال اكسس جزء متحرك ببعض الاشكال جزء يجيك من مقطع تي المقطع هيك يجي لا يختلف ذاك الوقت لان احتمال نيوترال اكسس هنا فتقوم تشتغل هاي المساحه للفوق وهاي المساحه للجو. هذا هماتي المثال نجي ان شاء الله حتى بحسب التفاصيل. دكتور نعم بالنسبه هنا طلعنا الشير على مود بس على مود نطلع هاي الشير نزلته شلون توصل المود؟ لا تمر بالشير زين. اذا ما رسمت الرسم اذا ما رسمت الرسم طبقت مباشره ها هاي لا علم اذا تعرف مثلا سب هذه هيك اسئله مباشره هذا سؤال كان كليفر فدائما المود وين يصير ماكسيموم؟ بالسبورت. هاي ما يحتاج النول بس تجيك يعني بعض الاشكال ما تقدر تتكهن. احنا نشتغل دائما بالشغل العام يعني الشغل الجنرال نشتغله بس لا مثلا هاي كان كيفر هو معروف السبورت هو بماكسيموم شير وماكسيموم انا اقصد الرسم عليه درجه بالسؤال؟ لا هو حسب السؤال اذا السؤال هو رسم خبر رسم بعد هو الدرجه الاكبر اذا السؤال مثلا هذا سؤال هذا ما يحتاج مثلا للرسم هذا يريد لك الماكسيموم مومنت الماكسيموم مومنت يعني انا بدون رسم اطبق ذي العاده هذا الماكسيموم مومنت ات سبورت ذي الماكسيموم مومنت ات سبورت الفول بالفول مومنت يساوي 10 في 2 زائد 2 في 2 في 1 ويساوي 14 يعني ممكن 24 هو مباشر 24 كيلو ليش؟ لان انا عرفت هذا عن سبورت هو الماكس الماكس بس اذا جاء في الشكل الاخر غير الكانتليفر سيملي سبورت وعليه احمال مختلفه اي لازم اروح هم مو يونيفورم لان اليونيفورم هم تعرفه بالوسط الماكسيموم
يعني لازم لي سبورت والاحمال متناظره، فوين يكون الماكسيموم؟ بالوسط. اذا جاك مختلف مو متناظر فما راح تتكهن، شو تسوي؟ ترسم لنا شنو المنتقل حتى تشوفه وين الماكسيموم صار اللي كنت تقدر تسجل حتى الاخر بيرمى. ترى زين شلون اعرف الموجب والسالب حتى نحدد التنشن؟ الموجب والسالب هو خط واحد واضح حسب الفقره هذه. هذني هن اثنين سالبان، هاي اثنين سالبان، فهو اوكي يطلع لك سالب. لان سوي شموم انت انا اقدر اسوي، بس لو سوي شموم ما تكون زيرو صفر، فهو راح يطلع لك الدفع مالك. هنا تقول سوي شموم يكون زيرو مثلا لو مسكت هذا الاتجاه، اي فراح هاي تعطي سالب وهذا سالب ويطلع لك. اوكي تمام. هسه ما عاد شو بدنا؟ خلي ناخذ سؤال اخر حتى ننهي المحاضره به. الماكسيموم هو السلبي. اي صحيح. فهاي بدك الشيكل والكروس سكشن هذا هو اتركه عليك. تروح ترسم الشير والمومنت وتلقى الماكسيموم.
عموما او هذا كله اخر ما بدا عليه واقول لك يا هذا السكين متعرض لهجمه بعد ما بدا عنده تدور لي احوال واخلينا خلصت منه فين يجيك السؤال هيك هذا اعطاك سؤال يقول لك find the dimension b هذا المطلوب find the dimension b حتى شنو هاي الشيء حتى هذا فور ذا بيم شلون انفنا هذا البيم اللي عليه هاي الاحمال if the flexural stress is not exceed 10 ميجا باسكال مين جوز العشرة يعني طال هنا من جيفن سيجما ماكس ماكس 10 ميجا باسكال فانت تباوع المسألة شنو اللي يعطيني فليكشر ستريس فليكشر ستريس يعني شنو القانون مالتي ونحن نجي نحدد الموضوع مالتنا ودي نشتبه ده يقول لي فليكشر ستريس اذا هو ام واي اوفر اي ودائما الشرط هو مفتاح حل فالان انا اروح ادور على مفردات هاي المعادلة مفردات هاي المعادلة السيجما موجود الواي موجود موجود هو متناغم في شيء فهنا ايش قد الواي مين ملي هم ما كان خلاص منها الاي بي اتش اتش كيو على 12 بهذا الشكل لان البي مجهول لان هو البي هذا البي يبقى من عندي الماكسيموم اروح ادور اكبر عزيز يتسلط بهذا البي ما بين هسه مبدئيا ما بين شوف بكل كيفك عرفنا بس هنا راح تضطر انه ترسم شنو فلو جيت الرياكشن مات لاحظ سوي شنو مومنت بهاي النقطة يطلع لك هذا الرياكشن سوي شنو فلان طلع هذا الرياكشن فراح يطلع هذا جديد من الرياكشن مات مالتي ال R1 7 هذا R2 6 كيري نيوتن وهذا 6 مو؟ تمام 6 6 كيري نيوتن هسه نجي نرسم الشير شير فورس دايجرام هنا صفر هنا صفر هنا راح يساوي صفر زائد المساحة اللود بهاي النقطة اللي هو 2 سالب 2 في 1 سالب 2 في 1 مش كيف؟ سالب 2 سالب اثنين هذا صفر لاين هذا لاين عندك لا تنسى concentrated load تأثر على الشيل لا راح يصير طفرة على مقدار سبع سبعات خمسة فاهم خمسة فبهاي النقطة راح يصير خمسة جديد مو هذا خمسة زائد مساحة اللود سالب اثنين في اثنين بينهم اللي هو سالب 2 في 2 سالب 4 ما صار 1 وجب 5 1 هذا 1 ناصر لا طيب عندنا الكونسنتريتد لود لا تنسى 5 ينزل يا جماعه يعني راح يطبع 5 وحدات للاسف سالب 4 سالب 4 هنا سالب 4 زائد مساحه اللود اللي هو سالب 2 وسالب 4 سالب ستة عندك ست وحدات الأعلى فعندك هادي وهادي هذا هو رسم الشير اللي إنسان ما احتاجه بس مجرد كخطوة حتى طلع المومنت المومنت مالتي خلصت المومنتين على ما صفر الشير بين المومنت هنا صفر هنا المومنت يساوي المومنت هنا زاد مساحة الشير اللي بيناتهم نصف القاعدة نصف القاعدة بالارتفاع نصف الواحد فيطلع الجيد سالب واحد مو سالب واحد؟ سالب هنا لان واحد هنا لان اثنين متزايد بالسالب كيف؟ متزايد بالسالب لان واحد اثنين هسه نجي المومنت بهاي النقطة يساوي المومنت بهاي النقطة زائد مساحة الشير اللي بيناتهم طبق خمسة زائد واحد يعني سالب واحد زائد خمسة زائد واحد على اثنين في
2 اللي هو ايش قد يطلع 6 سالب 1 موجب 5 هاي موجب 5 هنا هم مباور تناقص بالموجب متناقص بالموجب تناقص بالموجب هذا متناقص بالموجب وفهم؟ صحيح هسه مو منتهنا مو منتهنا زائد مساحة الشير يعني هذه زائدة هذه زائدة على 2 في مساحة شوفوا منحرف فسالب 4 سالب 6 على 2 في 1 سالب 10 على 2 5 بالسالب وهاي 5 بالموجب 0 متزايد بالسالب 0 هذا متزايد بالسالب فصار عندك العزل هذا الشكل مرتب طبعا اكبر عزم لا ننسى اكبر عزم احنا حكينا عن الشابتر 2 هو الابسوليوت الابسوليوت فاليو يعني مو تشوف لي مثلا هنا سالب 10 وهنا بلس 5 تقول لي الخمسه اكبر لا بلس 5 اكبر من السالب 10 لا ابسوليوت ناخذ قيمه مجرده من الاشاره ففي كل الاحوال هسه هي الماكسيموم منه خمسة. يعني هذا السؤال الماكسيموم مو من 5 كيلو نيوتن متر 5 كيلو نيوتن متر فهنا راح يجي التعوير مال هاي القانون راح يساوي 10 يساوي 5 في 10 أو 6 حتى يتحول نيوتن من المتر في الواي 100 وهذه ب اتش كيو على 12 كل مليمتر ونيوتن فالنتيجه مال بيش تطلع مليمتر منا 75 مليمتر تطلع اكزاكت ايش قد طلعت 75 هي 75 هسه خلينا نناقش ال 75 نفرض 75 جت هيك البي لنفرض ضد التحيل وهيش طلع ايش طلع هذا تاخذ 74 لو 75 اخذ 75